انا ملاحظ ان في ناس بتسال هو ممكن ابو تريكه يبقى ارهابي فعلا؟ ايوه، ايه اللي يخليه مش ممكن؟ هتقولي انه مجرد لعيب كوره فهيجيب سلاح منين؟ لا، ما ننساش ان ابو تريكه بدا في نادي الترسانه، ادي سلاح. كابتن ميمي الشربيني قال ان ابو تريكه دايما بيستخرج الجديد من مستودع موهبته، ادي المستودع مكان يخزن فيه السلاح. وبعدين شفنا الاسلحه بعينينا، الجون اللي جابه في ماتش الاهلي والصفاقسي ده، دي كانت كوره صاروخ قنبله. ما هو كان صانع العاب النادي الاهلي، اللي بيصنع العاب ده ممكن يصنع اي حاجه، متفجرات، قنابل، صنعه معاه. واحد يقول لي معقول يعني ابو تريكه الطيب ده يبقى ارهابي وقتال قتله؟ ابو تريكه يقتل؟ ركز معايا، لو تلاحظ دايما في الماتشات ابو تريكه تلاقيه بيقاتل لاخر نفس، يجيب اهداف بعد الدقيقه 90، يعني اهداف قاتله. شارك في العديد من التصفيات المحليه والدوليه، التصفيات دي ايه؟ دايما اهدافه هو بالذات بتشعل المدرجات، نفتكر انه اصلا كان خط وسط، ايه اللي خلاه يهاجم؟ المفروض يبقى وسطي، لكن دايما تلاقيه بيتطرف كده وينفذ هجمات، مهاجم شرس، ارهاب في دمه، حتى لما اتنقل من خط الوسط بقى راس حربه، اشمعنى الحرب؟ طبعا شاطر جدا في ضربات الجزاء، اي حاجه فيها ضربات جزاء انتقام معاك. كان بيلعب ضد نادي الشرطه وحرس الحدود وطلائع الجيش، مش مشكله انه يبقى ضد الشرطه والجيش، مش مشكله انه جاب فيهم اجوان، المشكله انه كان بيشوط. واحد بيشوط في الشرطه والجيش متوقع يبقى ايه؟ ارهابي. في سنه 2010 فجر مفاجاه وتنازل عن نص اجره عشان الظروف الماليه للنادي الاهلي. طب اللي يفجر مفاجاه ده ما سهل عليه يفجر اي حاجه. حركه الطيار اللي بيعملها دي ما بتفكركوش بحاجه؟ وبعدين تعالى لي بقى، ابو تريكه كان بيلبس رقم 22، وتفجيرات 11 سبتمبر سنه 2001 عندك 11 و29، و2001 عندك 2 و1 3، على 20 بقت 23. واحد يقول لي بس ابو تريكه ده عارفينه من زمان، معقوله دلوقتي بس اكتشفنا انه ارهابي؟ ومين قال لك اننا اكتشفنا دلوقتي؟ ما الناس طول عمرها بتحذر منه. كابتن مدحت شلبي كان دايما يقول عليه مجرم، يخرب عقلك يا مجرم. كابتن محمد عفيفي، ابو تريكه خطير شرير، جون جون. تحذيرات دي ولا مش تحذيرات؟ ده كابتن عصام الشوالي كان دايما يقول عليه الفرعون الصغير. ارجع بقى لفيلم مافيا، الفرعون الصغير دي كانت بتتقال للسقا، اللي هو كان قاتل ماجور وارهابي بيشتغل مع المافيا. ما حدش سمع للتحذيرات دي ليه؟ هو صحيح ما حدش قال ابو تريكه ارهابي صراحه، بس في ناس حاولت، يعني سعد صغير مثلا كان هيقولها بس الله اعلم بقى تلقى تهديدات او حاجه فغلوش. اسمع اسمع، كان هيقولها. لا بس لا، الرساله واضحه، اكسب الله لا، ومش بس اكسب الله لا، اكسب الله ليه؟ في حد تاني كان عارف ان ابو تريكه ارهابي؟ احمد حسن، لان احمد حسن عميد لعيب العالم. لا، وفي بقى الناس اللي لعبوا معاه كله كان عارف انه ارهابي، ما كانوش سايبينه هو، حتى دايما هو بالذات كانت تلاقي عليه رقابه لصيقه، دايما في واحد ماسكه. خطير. ليه ابو تريكه يعمل كده؟ جايز لانه لعيب دولي ففقد انتمائه للوطن، جايز لانه عمره ما كان جندي مجهول في المباراه، واللي ما جربش شرف الجنديه ده ممكن جدا يبقى ارهابي وينضم لجماعه ارهابيه ويبقى امير الجماعه كمان، ما هو كان امير القلوب. الطيارة الأولانية ضربت الساعة كام؟ ضربت الساعة 8:45 8:04 12:05